طلبت من الاخوان؟ ايوه حاكي جوزي قال لي على طول تعال المخرج. اي بس المخرج يقول لك لازم يكون المحل كبير، كل ما كان عدد الزباين اكبر كل ما كان المحل اكبر وكل ما كان مصلحتك انت، لانه مش حتقدر تبيع اذا كان المحل صغير. تمام، فالمخرج يشتري مكان اكبر. ياك يا عمور يا اخي تقول يا اخي نحن نطبخ نطبخ دجاج قصدي ارانب حسب الارانب سمعت يا عمور ايوه ذا ها صلعناك يا كبسه مع الرز ما فحسه هذا اطبخ انا في تحدي في نص ساعه اعتقد هذا المكان يعني هذا المطعم يمكن هو الاكبر في صنعاء ما بعد كذا ما اظن المخرج بيرفض ان رفض فاعرف انه ناوي لك ها لا تمام بيأشر المخرج انه تمام اوكي حلو طيب الان حتبدأ المهمة اوكي المطلوب الان تجهز الارانب تمام وبعد كذا المقالي جاهزة والجماعة هنا متعاونين معك حتجهز لنا كم 10 مقالي المقلة بكم ب2000 وخلنا نشوف اذا نفذت المهمة خلال نصف ساعة تربح كم نص ساعة حتربح كم 100,000 ريال أوكي؟ إن شاء الله. طيب مشاهدي الكرام فاصل وبعد الفاصل حنتابع المهمة مع مالك الريس خلوكم معنا لا تروح بعيد مالك بشر الحمد لله الامور سابر غسلنا عندنا هنا الحين داخل القذف عندنا هنا الماء وعندنا هنا القرفه وال يعني حقنا الاغراض من كل شيء الكشنه حقها كامله ايوه الكشنه حقها كامله ساعدك يقول الطباخ ايوه ساعدني ايوه طيب كم يشتي لها الان؟ الحين يعني شويه هكذا ونجي المقالي وفحصه وبسم الله بسم الله بعدها نبيع من 2000 يلا على بركه الله على بركه الله ان شاء الله يجوز زباين كيف تتوقع انت ان شاء الله من عنده كمان نيه صافيه الباري يسبب ابو من انت ابو محمد اليوم لمحمد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله واسم بركه اسم بركه امانه مالك الرئيس بدأ الآن في إعداد الأرنب وتجهيزه على أساس يكون مناسب للمقالي وللفحصة حقيقة ولحم الأرانب يعني من ناحية صحية هو لحم طيب جدا ولحم صحي وخفيف وما في كوليسترول وبالتالي
مسألة تسويقه ما أعتقد أنها راح تكون صعبة، هي المسألة أنه هل سيتقبل الناس، هل سيتقبلوا لحم الأرانب كفحسة؟ يعني أوكي ملوخية بالأرانب معقولة، بس فحسة؟ الله أعلم. خلنا نتابع. حساب الأرانب، حساب الأرانب، حساب الأرانب. تعاملنا على فيماس، فيماس مثل اليمن. طور يا أخي تك، ها خلي المعدة حقك تقلب. ما أنا بحساب التونة الغوزي. ها وين هو؟ قلت لكم بحساب الأرانب، ها ب 2000 مثلا. يلا على طول. طلبتوا فحص الأرانب؟ نعم. كيف جرب طعمها؟ تفضل. بجرب. تمام. طيبة؟ جديد. ايش رايك؟ حلو. أول مرة تأكل أرانب؟ نعم، أول مرة. ايش رايك تجرب؟ اللي متشكك من فحص الأرانب يجرب. جرب. ظاهر امور مالك ماشي حلاوه، يعني ما شاء الله الناس جربت ومقتنعه جدا، حتى اللي كان متخوف بدا الان يقتنع ويقول يلا. انا ماشي معنا يا اخي في حساب الارانب. جي لكم واحد ولا اثنين فحسن. اول مره نفعل فحسن الارانب. الواحد من 2000 النفر ب 2000. أنا أخي في حساب الأرانب. كم شو واحد ولا اثنين؟ كم حساب الأرانب؟ أنت أطعم هذا الحين أول مرة في حساب الأرانب. بس والله من هنا. كم سعر؟ 2000. مزبوطة ما نزبطة. بس 2000. خلاص خلنا فرعين. بس واحد يا بس زيادة واحد. ثلاثة. الخبز يا ولد. كم خبز؟ ها؟ على طول النفر ب2000. تمام على طول. هذا الان في الطلب الاول. الخبز. الثاني الان. تمام.
عرزه شويه. ها؟ عرزه شويه. عرزه شويه. بس اجمالا؟ والله تمام. بسم الله. الشباب طلبوا نفر ثاني، معناته كانت موفقة الطبخة، موفقة جدا، واعتقد انه والله ماشي ماشي اموره تمام، وان شاء الله انه يربح. هذا 2000 يا اخي. ايوه هذا 2000 بالذات، هذا 4000. شوف حساب الارانب. ها؟ قلت لكم واحد حساب الارانب. سكرنا يا اخي بحساب الارانب. هذا فحزه جربوها وانت عاد فيلو قبطها معها. نفر. النفر ب 2000. جربها وانت عاد بسير، دي نفراي. نفر بس. يلا. ها بشر كيف الطعم؟ والله روعه. طعم حلو حلو جدا والله. يعني تنفع هذه مشروع واحد يعمل محل فحصة ارانب وسلطة ارانب؟ اكيد اكيد. ها؟ تطلع ضخم اذا في فحصة الارانب وذا تطلع مليح. دحين دحين الان 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 عمو هذا 2000 الاخيرة. كيف شفت لحم الارانب مع ال؟ لا والله مليح ان شاء الله، بس بالليل ما نتقنفس. لا ان شاء الله ما تقفز. شكرا لك حبيبي. ما شاء الله حلوه احلى من اللحم. ما ايش الفرق بين اللحم بين الغنم ولا الارانب؟ لا فرق كبير. ايش اللي فرق؟ لحم الارنب ما في دسومه. ها مالك بشر. والله الحمد لله كملت. قادك بتعرق من كل قد انا ضامي انا. تعرف يعني احنا وقفنا عند 29 دقيقة بالضبط. الحمد لله 29. كم باقي بينك وبين الخسارة؟ والله دقيق. الحمد لله هذا كله فضل الله. بركة من؟ بركة الولد الذي جاء حقنا محمد. محمد الله يفتح عليك. طيب مشاهدي الكرام، يعني ما شاء الله تبارك الله الأخ مالك الرئيس التقينا فيه في التحرير وسألناه ما معنى مدينة، ما معنى صنعاء، كلمة صنعاء إيش معناتها ومن اللي أطلقها، فهو أجاب الإجابة الصحيحة، صنعاء يعني المدينة المحصنة. المحصنة صنعاء يعني المدينة المحصنة. وأول من سمى صنعاء بهذا الاسم كانوا الأحباش عندما جاءوا إلى اليمن. أجاب إجابة صحيحة. بعد كذا تحديناه أنه يعمل لنا 10 أنفار فحسة ويبيعها، وكل نفر ب2000 ريال. إن نفذ المهمة خلال نصف ساعة ربح 100,000 ريال. جبرت؟ جبرت الحمد لله. حاسبني كم هذه؟ 20,000 ريال. خالد. طيب مشاهدي الكرام، أنا تحديت مالك الرئيس أبو محمد أنا تحديته في نص ساعة، وفعلا كان قد التحدي، خلص في 29 دقيقة، يعني اشتغل بكل طاقته وجهده. والله تستاهل 100,000. ألف ألف مبروك، تستاهل. من ناحيتي مشاهدي الكرام، حلقة اليوم انتهت، لكن التحدي لسه مستمر. نشوفكم الحلقة القادمة على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.